قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد. رافق سمو خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، واستمع سموه إلى إيجاز عن واجبات قوة مبارك التي ترتكز في الحدود الشمالية للبلاد والمهام المختلفة المنطة بها، واطلع سموه على الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة حدود البلاد. ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي الجيش الكويتي. وقال سموه إن الآباء والأجداد والأسلاف صدقوا على ما عاهدوا الله عليه من خلال شعار الشرف والعزة، الله، الوطن، الأمير، وهو ما يجسد قيم الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة والشعب الكريم. وأضاف سموه مخاطبا منتسبي الجيش الكويتي أن هذه أمانة تحملونها للجيش الحالي ونيابة عن الأجيال القادمة عبر تمثيلكم للدفاع عن البلاد، مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتمكين الجيش الكويتي من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنقل لكم أولا تحيات سيدي حضرة صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بن جابر الصباح حفظه الله ورعاه. يقول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أباءكم وأجدادكم بل أسلافكم عهدوا ما صدقوا بما عاهدوا الله عليه من خلال الصيحة المدوية، شعار الشرف والعزة، عندما تقول الله، الوطن، الأمير. هذا يجسد قيم الولاء والوفاء لهذه الأرض الطيبة وهذا الشعب الكريم، وهذه أمانة تحملونها نيابة ليس عن هذا الجيل فقط ولكن على الأجيال القادمة. تمثلون شرف الدفاع عن الكويت. ونحن نتحدث بساعة في الهليكوبتر مرينا على جنوب جزيرة بوبيان، واستذكر أن من رفع لواء الوفاء والولاء لهذا الأرض بداية كانت قبل 250 سنة تقريبا في مكان يمكن 10 أو 15 كيلو جنوب هني، وهو في معركة الرقة، عندما أراد البعض الضرر والسوء لهذا البلد تنادوا أهل الكويت وهم أسلافكم وفزعوا فزعة رجل واحد ودافعوا عن بلدهم. والشهداء معروفة أساميهم في الرقة، وهذه هي القافلة الأولى اللي جسدت الدفاع عن البلد والوطن وحمايته من أي ضرر وسوء. وتوالت قوافل الشهداء عبر الزمن، كل بيرق يسلم البيرق اللي بعده، ويستمر هذا البيرق، بيرق الكويت، مرفوع بإذن الله إلى أن وصل إلى هذا الجيل. وأنتم بلا شك أهل لها، ترفعون هذا البيرق عاليا، وراح تأكدون للعالم أن أبناء الكويت عبر الزمن
لم يتوانوا لحظة واحدة في الدفاع عن بلدهم وعن حماية أهلهم. بارك الله فيكم، والله يوفقكم ويحميكم، وسيدي حضرة صاحب السمو أوصاني بكم خيرا، وأنا وأخوي وزير الدفاع راح نوفر كل ما نستطيع لنمكنكم من أن تؤدوا الأمانة بأكمل وجه، وأنكم ترفعون رأس كل أهلكم في الكويت وفي أشقائنا في دول مجلس التعاون، وأن نكون هذا الجيش حماة العرين، حماة الوطن، كلام وفعل. بارك الله فيكم، والله يحميكم إن شاء الله.